الأخت تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، المراد بأنه لن ننال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن بلغنا عنه دينه. قال الله تعالى لنبينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. خلي بال حضرتك من الكلام ده، ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. لأن الأمة أمة بلاغ وأمة دعوة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون، يعني أنصار وأصحاب، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن بلغوا كما ذكرت قبل ذلك تكليف، تكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف، بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. يبقى أنت ربنا من عليك تحفظين الآن كم آية من القرآن، كم جزء من القرآن. إن أردت أن تنال شرف الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغي ما علمه الله عز وجل لك لأخواتك لبناتك لزميلاتك لجاراتك، بلغي عن الله تعالى وبلغي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلمي أن الرسول قد دعا لمن بلغ عنه، دعا لمن بلغ عنه بنضارة الوجه، يعني عاوز سبحان الله كل من يبلغ عن الله وعن رسوله حتما إن كان من الصادقين ترى في وجهه نضارة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل هذا الفضل. نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى بلغه ده تكليف من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يبلغ كل مسلم ما من الله به عليه من علم، أن تبلغ كل مسلمة ما من الله بها عليها من علم. بلغي لابنتك لجارتك لأمك لأختك لزميلتك لجارتك لصاحبتك، المهم أن تنقلي ما من الله به عليك من هذا النور. لم تنل الأمة شرف الريادة وشرف المكانة وشرف الخيرية في كل الأمم إلا بالبلاغ عن الله، إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان بالله. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فما نالت الأمة هذه الخيرية لسواد عيونها بل لبلاغها عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد أختي الكريمة الفاضلة أن نبلغ عن الله عز وجل بأقوالنا وأخلاقنا وأفعالنا وأعمالنا وسلوكياتنا، أن نبلغ، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن نبلغ بألسنتنا وأن تكذب أفعالنا أقوالنا، هذا لا يكون بلاغا، بل ربما يكون عقبة في طريق البلاغ، بل ربما يكون عقبة في طريق هداية الخلق للحق، أقصد هداية الدلالة. لأن يعني إذا رأى الناس أقوالنا جميلة، إذا سمع الناس منا الأقوال الجميلة ثم رأوا أفعالنا تنقض هذه الأقوال سيصاب الناس بمحنة قاسية وبفتنة مزلزلة. ولذلك إذا خالف القول العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. إذا البلاغ يقوم بالكلمة، والبلاغ يقوم بالسلوك ويكون بالعمل ويكون بالأخلاق. بل أنا أقول انتشر الإسلام في كثير من ديار من أماكن الأرض
بالأخلاق، بالصدق، بالمعاملة الحسنة الكريمة. يعني نشر تجار المسلمين الإسلام في كثير من بقاع الأرض بصدقهم وأمانتهم، بصدقهم وأمانتهم. يعني كان الناس يرون أخلاقهم، يرون أمانتهم، يرون صدقهم، يرون عفتهم، فيسأل الناس عن هؤلاء من أي كوكب نزلوا، ومن هؤلاء الذين يتخلقون بهذه الأخلاق الكريمة. فينقصنا الآن أن نحول الأقوال الكثيرة التي نقولها إلى أفعال وإلى أخلاق حميدة وإلى سلوكيات فاضلة. الأمة الآن لا تحتاج إلا لهذا، بعد تصحيح الاعتقاد تحتاج إلى تقويم الأخلاق، إلى تقويم الأخلاق. فالبلاغ يكون بالكلمة الجميلة الرقيقة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم يكون البلاغ أيضا بالأخلاق، ويكون أيضا بالسلوك. يعني قد لا يستطيع المسلم أن يبلغ بلسانه لأنه لا يحفظ آيات قرآنية كريمة ولا يحفظ الأحاديث النبوية الصحيحة. فأقول هذا ينتفي في حقه البلاغ؟ لا، لا ينتفي، بل يجب عليه أن يبلغ لدين الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بماله إن كان من أهل المال، ينفق على أي باب من أبواب الدعوة، على أي باب من أبواب الخير، ينفق على طالب علم من الطلاب، ينفق على رجل ممن تفرغوا لتحفيظ أولاد المسلمين القرآن، ينفق على عالم من العلماء ليفرغه للبلاغ وللدعوة عن الله تبارك وتعالى، ينفق على فضائية من الفضائيات التي تتبنى نشر الخير ونشر الحق ونشر السنة. المهم إن كان من أهل المال وهو لا يقدر أن يبلغ بلسانه فليبلغ بماله، وإلا لا يمكن على الإطلاق أن تقوم للدعوة قائمة إلا بإنفاق أهل الفضل وبإنفاق وجود أهل الجود. طيب إن كان فقيرا لا يملك المال، وإن كان ليس عالما لا يملك البلاغة بلسانه، ليبلغ أيضا بماذا؟ ليبلغ بالشهادة العملية لدين الله، بأخلاقه، بسلوكه، بحرصه على الخير، بفعله للخير. لو رآه الناس مثالا للصدق ومثالا للأمانة، فهذه صورة من أشرق وأنصع صور البلاغ والدعوة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.